ورم سرطاني متجدد أصيبت به السيدة مليكة كيسي الذي جعلها تتجرع مرارة الحياة منذ زمن، بحيث أجرت عدة عمليات جراحية في الجزائر لكن دون جدوى. لا مالادي ني سي تومور بون سي ميلانوم ريزيديف اشاك فوا يتوغاليت اي خمر 5 اوبيراسيون ثورة ديغا لقارنة نوتي ستي التريتمون ثورة جوست اديورال يدين انها تعيوض الوبيراسيو اكي جوست دو موان غاشو دو موان يدمين غاشو اشاك فوي تو غالود مي زعما التريتمون واش شيخ من بولانستون اني تاكيك الايميل اللي قناة تخدمض ذاكي ولا شتي تمورت سام طوسيكيني نوثهل لك بون ساعة نسبية هادي ذا منيس كيرسون دوبي 15 عام يقينا نتاث ذاوي روح عرضين روح عرضين يعني قدنا الحمد لله يعني في دنغر نغلي زوبيتو يعني الله عرطي تنصح طبات هيبة تضامنية من سكان القرية والمحسنين لجمع الأموال التي قد تعالج بها هذه السيدة خارج الوطن بتكلفة تصل المليارين و400 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي يفوق دخل هذه العائلة البسيطة. ايه خمين كتب شي جمع لصوماقية ايه كما ذا بهم يعني يتصفر احنا اتفاق هذا اتخمال تريتمويقية ونزم أي زمان هذي عونا بس تدريم ثم كيان مو يزمر خاص دابا الخارت تنفع دابا الدوفيان يغتف كاني لا تونيزي 2 مليار 400. وتستمر معاناة هذه السيدة التي تنتظر التفاتة من المحسنين التي قد تعيد البسمة لوجهها. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.